بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وأنت أكرم الأكرمين. وبعد، بدأنا في قراءة تفسير سورة النبأ، سورة عما يتساءلون، وهي السورة الأولى من جزء عما، الجزء الأخير من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ذكرنا أن بداية السورة هي استفهام استنكاري أو تعجبي، وهذا بحسب الألفاظ والأساليب التي نفهمها خاطبنا الله بها. أما التعجب ليس من شأن الله ولا الاندهاش، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، لكنه خاطبنا بالأساليب التي نفهم بها. ولو أجزنا التعجب والاندهاش على الله لكان كمثله شيء، وهو ليس كمثله شيء. عما يتساءلون، عن أي شيء يختلفون مندهشين؟ هل يوجد هذا النبأ العظيم؟ هل هو صحيح أم غير صحيح؟ وقلنا بأن النبأ العظيم الذي عليه الأكثر من المفسرين أنه البعث بعد الموت، وهناك من قال أن النبأ العظيم هو القرآن الكريم. فعلى أنه النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، منهم من يصدق ومنهم من يكذب، كلا سيعلمون أنه حق، ثم كلا سيعلمون. وبدأ ربنا يستعرض قدرته في خلق هذا الكون وما فيه، وذكر بالتفصيل عن الأرض والجبال والأزواج من كل الخلق وخصوصا البشر، والنوم والليل والنهار والسماوات والشمس التي سماها هنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بمعنى أن من هذه قدرته التي خلق بها هذه الأشياء إبداعا، أي ابتداء من عدم على غير مثال سابق، أي يعجزه أن يعيدكم بعد الموت وقد أصبحتم تحت التراب عظاما رميما؟ هذا هو التناسب بين هذا التساؤل وبين سياق هذه القدرة الربانية، ألم نجعل الأرض مهادا. قلنا بأن المهاد هو المكان الموطأ المريح الذي يهيئه الأهل أو الأم للأطفال حتى يناموا مرتاحين، وهذا مثال جمع فيه معاني، وهذه كلمة جمعت فيها معاني كثيرة جدا. هذه الأرض كالمهاد الموطأ لتعيشوا عليها براحة وسلاسة من أجل أن تنفذوا المهمة التي من أجلها خلقتم،
ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة للعيش لكم، الهواء، الأكسجين، الماء، الزروع، النباتات، وهكذا. ووصلنا إلى والجبال أوتادا. الاستفهام الأول، ألم نجعل الأرض مهادا، هذا استصحبه في كل الآيات، يعني كأن الله يقول لنا ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الجبال أوتادا، ألم نخلقكم أزواجا. فألم هنا لكل ما بعدها، ولكنها ارتبطت لفظا بالآية الأولى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الوتد في اللغة العربية هو هذه القطعة من العصا من الخشب التي ينغرس الجزء الأكبر فيها من الأرض والجزء الأصغر يبدو فوق الأرض. لماذا؟ قال لتكون أشد ثباتا ليتثبت بها غيرها. هلا هي لتثبت في الأرض تحتاج أن تنغرز مثلا 10 سنتي، هم يغرزونها 40 سنتي، لأنهم لا يطلبون من الوتد أن يثبت نفسه، المطلوب من الوتد أن يثبت غيره، ولن يثبت غيره حتى يكون هو أشد ثباتا فيثبت نفسه ويثبت غيره. شوف هذه الكلمة التي اختارها الله عز وجل للجبال، والجبال أوتادا. إذن الجبال هي كالوتد المغروس منها في داخل الأرض أكثر من الظاهر فوق سطح الأرض، وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة اليوم، أن كل جبل تراه ارتفاعه لنفترض 300 متر، غالبا هناك 600 متر جذوره تحت الأرض ليكون أشد ثباتا ويثبت به غيره. والجبال أوتادا في آيتين في القرآن الكريم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. شوف هنا قال أوتادا، هناك قال إيش؟ رواسي. استعمل قضية أو فعل رسى، يرسو، المتبادر إلى الذهن السفينة في البحر عندما تقف لا تتحرك ماذا يلقون إلى قعر البحر؟ المرساة. المرساة وظيفتها أن تشتبك مع قاع البحر، الصخور وغيره، فتثبت وتثبت السفينة في حال عدم الحركة، في حال الوقوف. هل أشوف المعنى هناك؟ هذه المرساة هل تثبت السفينة 100 على 100 فلا تتحرك؟ هي تتحرك لأن الموج يضربها من كل مكان، سواء كان موج كبير أو متوسط أو صغير، لكنها لا تزول عن موقعها، تتحرك حركة ولكن تبقى في موقعها، فهي ثابتة في دائرة نصف قطر كذا. فهناك قال ربنا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد أي تتحرك وتضطرب فلا تصبح صالحة لأن تعيشوا عليها. وهنا قال والجبال أوتادا. إذن الجبال الحكمة من خلقها والعلة من خلقها أن تثبت الأرض. طيب الأرض ما الذي يجعلها تحتاج إلى تثبيت؟ هذا المعنى الغير مباشر الذي تلقيه هذه الآية في أذهاننا. الجبال أوتادا، إذن لولا الجبال لتحركت الأرض، رواسي أن تميد بكم، إذن الأرض قابلة للتحرك. وهذه القابلية للتحرك نوعين، النوع الأول حركة لا تضر في عيش الإنسان على سطحها، وهو دورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس، لكن النوع الثاني من التحرك هذا يضر. الآن بعد كل هذه الاكتشافات الحديثة والتطور الكبير في العلوم،
وسبر أغوار الطبيعة التي خلقها الله من أجلنا وسخرها لنا، اكتشفوا بأن باطن الأرض في الداخل إيش نواه إيش؟ هو مغمى ملتهبة، نيران تتأجج، ثم طبقات 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 حتى تأتي هذه الطبقة اليابسة التي نحن نعيش عليها. إذا حصل أي شيء بقدرة الله وتقديره في باطن الأرض، فربما القشرة السطحية للأرض تميد تتحرك. هذه الميدة أو الحركة التي تسمى بالزلازل، هذه الزلازل تحدث بين الحين والحين، لكن هل تحدث على مستوى الكرة الأرضية كلها فتصبح غير صالحة للعيش؟ هنا دور الجبال، فهي تحدث في مكان معين موجه بقدرة الله إلى أقوام معينين ولمدة ثواني، أجزاء صغيرة جدا من الزمن، مدن كاملة تختفي، مدن كاملة تختفي، والزلازل تتفاوت في شدتها. إذن هذه الجبال تثبت هذه الأرض التي هي قابلة للتحرك لدرجة أن تصبح الحياة غير صالحة عليها، فجعل الله فيها الجبال، فالأرض تتحرك ولكن تحركات موضعية في موضع دون موضع. فيري الله قدرته للناس أنه قادر بأمر منه أن يجعلهم عاجزين عن أي شيء مهما بلغوا من القوة والعلم. من أيام قليلة رئيس أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية ذكر كلام وصل إلينا مترجما مفاده ككلام قوم عاد، وقالوا من أشد منا قوة، وأنهم قادرون على صنع المستحيل وكل شيء. أرسل الله عليهم بعض العواصف خربت لهم مدنا كاملة، أين قدرتكم؟ الكلام الذي صرح فيه في صرح به تقريبا بمعنى قول عاد من أشد منا قوة. جاءت الأعاصير ماذا تفعلون حيالها؟ تأتي الزلازل ماذا تفعلون؟ أنتم تستطيعون التنبؤ أنها ستحدث، وغالبا يصدق أحيانا لا يصدق، ولا تستطيعون فعل شيء إلا أن تنذروا الناس بالخروج فورا من أماكن الزلازل، لكن هل تستطيعون أن تثبتوا الأرض التي حركها الله؟ مستحيل. لذلك ربنا سخر لنا كل ما في الكون، لكنه ترك أشياء لتعرفنا على حجمنا الحقيقي وعلى عجزنا، مهما بلغنا من العلم ومهما بلغنا من القوة. ناقلات النفط العملاقة في البحار، حاملات الطائرات، هذه السفن التي تحمل حمولة عجيبة جدا، 70,000 طن، أنت متخيل الرقم؟ 70,000 طن، الطن 1,000 كيلو، 7 ملايين كيلو يا رجل، كيلو غرام. إذا ما تحرك البحر حركة بأمر ربه ليشكل ما نعرفه الآن بتسونامي، ماذا يفعل هذا التسونامي في كل هذه السفن العملاقة؟ تصبح كلعب الأطفال، تصبح كلعب الأطفال، ترمى هكذا يا رجل. هذا صنع الإنسان وذاك خلق الله. ولذلك ربنا ترك لنا هذه القضايا في الطبيعة، الزلازل، العواصف، التسونامي، البراكين، ليبين لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا هذا ليس تقليل لشأن العلم، ما أول آية في قرآننا اقرأ، لكن ليبين لنا مهما أوتينا من العلم فما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأن الله أراكم قدرته لتستدلوا عليه وتعرفوه بأشياء مهما بلغتم لن تستطيعوا السيطرة عليها. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أهلكه الله بالماء،
الماء يا رجل الذي هو أصلا سر الحياة، ومنه خلق كل شيء، غرق بالماء. عاد، من أشد منا قوة؟ بماذا أهلكهم الله؟ بالريح، بريح صرصرين، عاد هواء، لكن هواء يتحرك بقدرة ربانية وبسرعة تقديرية من الحكيم الخبير، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية. ثمود الذين حفروا الصخر وبنوا بيوت في الصخر، بصيحة صاح بهم جبريل صيحة واحدة، وكانوا كهشيم محتضر. صيحة صيحة اللي الآن تعرف بشو الآن الاسم العلمي أو الحديث لها قنبلة صوتية. قنبلة صوتية، صوت أكثر من قدرة الإنسان على التحمل، تهتكت الأنسجة، مات الإنسان. الآن في قنابل اسمها قنابل صوتية بس تعطيك صوت فظيع جدا، تموت. صوت أهلك الله ثمود بصيحة، عاد بالريح، هواء، فرعون بالماء، وهكذا. فهذه والجبال أوتادا جعلها لتثبت الأرض، إذن الأرض قابلة للحركة، تحتاج إلى تثبيت، فكان دور الجبال هو إيش؟ التثبيت. والجبال أوتادا، وقلنا بأن كلمة أوتاد فيها إعجاز علمي، أن الوتد يكون معظمه تحت الأرض وأقله، وهذا ما ثبت بالدراسات والبحوث والتحاليل والصور، أن الجبال يكون ثلثاها تحت وثلثها فوق لتقوم بدور إيش؟ الوتد. وهناك قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قال: وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء زوجين اثنين. الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لكنه هذا الإله الواحد الأحد بنى الدنيا كلها على الزوجية. هون يخاطب البشر: وخلقناكم أنتم إيش؟ أزواجا. لكن هناك قال: ومن كل شيء زوجين. الكهرباء هذه التي تضيء لنا سالب وموجب. جيب أكبر كهربائي في الدنيا أو مهندس كهرباء، خليه يولد لنا كهرباء من الموجب فقط بدون السالب، يستطيع؟ من السالب فقط بدون؟ يا أخي الله بنى الموضوع على ثنائية زوجين. الولد كيف يأتي؟ من التقاء الزوج اللي هو ذكر بالزوجة التي هي أنثى، باللقاء الذي تعرفون، فإن قدر الله يأتي الولد. طيب يا أخي خلي تنتين أنثى بيجي ولد، خلي اثنين مثل هذه الآن الشذوذ الجنسي والصرعة الجديدة. روي عن، طبعا نحن نروي هنا روية على عهدة الناقل، أن أحد الحكام في إفريقيا وقد توفي على ما أعتقد، حكم بالسجن المؤبد على اثنين مثليين، وهذه عبارة ملطفة، شاذين جنسيا، وقال: لن تخرجوا من السجن حتى تنجبوا ولدا. شوف جميل، معنى ذلك ما هذا الزواج؟ وخلقناكم أزواجا. طبعا الشيء بالشيء يذكر، رب العزة جعل لهذه السنة التي لا تحويل لها ولا تبديل، جعل لها استثناءات واستثناءات نادرة. يعني سيدنا عيسى ولد من أم بغير، أعطيني مثال ثاني. سيدنا آدم لا أب ولا أم، أعطيني مثال ثالث.
ناقد صالح خرجت من الصخرة، أعطيني مثال رابع. إذا نشوف العمر الكون الممتد وعمر البشرية عندنا أمثلة جدا محصورة. هذه استثناء من السنن التي بنى الله الكون عليها لبيان عظيم قدرته. هو قادر أن يتجاوز الأسباب وأن يجعل من يشاء من عباده يتجاوز الأسباب في زمان ما، في مكان ما، في حالتين ما، لأنه على كل شيء. أما نحن لابد أن نتعامل مع الأسباب. يعني إذا واحد بمنتهى الصلاح والتقوى وجلس في محرابه وقال لا أريد أن أتزوج، وجعل يدعو اللهم إني أسألك الذرية الصالحة، لو بقي يدعو إلى يوم القيامة ستأتي هذه الذرية؟ تأتي منين؟ وخلقناكم يا حبيبي، قم تزوج واسلك الطريق الطبيعي تبع الزواج، ثم قبل ذلك ومعه وبعده اللهم اجعل ارزقني بالذرية الصالحة. قصة عيسى ابن مريم عليه السلام حدثت ولن تتكرر لتصبح قاعدة، هي أصلا استثناء. إذن السنن الكونية لها استثناءات قليلة بل نادرة، والنادر لا حكم له. أما هذا الكون بناه الله على الأسباب، وأهم سبب وخلقناكم أزواجا، كل شيء في هذه الزوجية، سماء أرض. إذا ما في سماء ما في حياة، ما في أرض ما في حياة، ليل نهار، الليل لنعلم الليل لننام ونرتاح فيه كما سيأتي، والنهار لنعمل ونأتي بالأرزاق التي جعلها الله لنا في هذا الكون. لكن ابحث عنها. سمعنا من أحد مشايخنا أن هذه الطبيعة التي سخرها الله لنا منها أشياء مسخرة لك من غير أن تتعب. يعني الشمس تطلع نهارا، أنت ما دورك في طلوع الشمس؟ كنت نائم، كنت مستيقظ، الشمس ستطلع بدون جهد منك، صح؟ القمر في الليل يظهر بحركة وكلهم في فلك يسبحون، أنت لا دور لك، أنت على المرتاح مجانا، تجد الشمس في النهار، القمر في الليل. وهذا نوع من أنواع المسخرات، مسخرات خلينا نقول مجانا على المرتاح. وهناك مسخرات لابد أن تبذل جهد لتستفيد منها. المياه الجوفية داخل الأرض، القسم الأكبر لابد أن تحفر لتصل إليه، لكن أنت خلقت هذا الماء في الداخل؟ لا، لكن لابد أن تتعب نفسك لتصل إليه. الخواص الموجودة في الأعشاب التي خلقها الله عز وجل، هذه لمرض كذا، هذه تحتاج منك أن تتعلم وأن تبحث لتميز، فتقول هذه لكذا وهذه، لكن من خلقها؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت يا رب. لكن هذه تحتاج أن تتعلم حتى ما تأخذ دواء لمرض تأخذه لمرض آخر. إذن هذه الطبيعة مسخرة في منها أشياء مجاناً على المرتاح. هذا الهواء الذي نتنفسه نحن مجاناً على المرتاح، لكن الهواء الذي تضعه للمريض في غرف العناية المركزة هذه تحتاج منك إلى علم وعمل، لأنه عنده حالة خاصة لا يستطيع أن يستفيد من الهواء، لابد أن يكون هناك أكسجين مركز، هذه تحتاج إلى، لكن الأكسجين أنت خلقته، نحن نستطيع أن نوجده، لكن يحتاج منا إلى علم وعمل. إذن السنن نوعين، سنن على المرتاح مجانا، سنن لابد أن تتعب من أجل الاستفادة منها. هلأ هذه السنن التي لابد أن نتعب في الاستفادة منها حقيقة في هذه العصور المتأخرة سبقنا بها من؟ الخواجات.
أصبحوا أعلم منا بالبراكين وأسبابها، بالزلازل، بالمياه الجوفية كيف يستفيدون منها، بعناصر الطبيعة كيف يستفيدون منها ويسخرونها. فحتى لا يظن هذا الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم أنه أصبح ملك أو إله لهذه الطبيعة، جعل الله له فيها أشياء تثبت عجزه، لا يستطيع أمامها أن يفعل أي شيء، حتى لا يتورط أناس آخرون فيقولوا من أشد منا قوة. وخلقناكم أزواجا، هذه معجزة من الله. تعال جيب لي خلق بدون ما يكون في أزواج، لن تستطيع. وجعلنا نومكم سباتا، قال أي قطعا للحركة. كلمة ثبت شعره أي قص شعره، كلمة الثبت هنا تحمل معنى القطع، والثبت أيضا تحمل معنى الراحة في اللغة العربية، أي قطعا للحركة. جاء الليل انتهى العمل، هذه القاعدة. طبعا هناك ناس لا يبدأ عملهم إلا في الليل، ومن شر غاسقين إذا وقب. طبعا عم نحكي على الأشرار اللصوص، وهناك من طبيعة عملهم أن يعملوا في الليل، هؤلاء شيء آخر. لكن القاعدة وجعلنا الليل وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة بعد كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. وهذه بحد ذاتها تدل على قدرة عجيبة. كل هذا الجسد الذي أعطانا الله إياه، وهذا المخلوق المركب من جسد وروح الإنسان، بل وأي مخلوق مركب من جسد وروح، هو فعلا يدل على عظمة الله عز وجل. فدقة الصنعة تدل على عظمة الصانع، وإبداع الخلق يدل على عظمة الخالق. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا الجسد كم عدد الأعضاء التي تتحرك دائما ولا ترتاح في داخلك؟ القلب إذا توقف رحمك الله، الكليتين إذا توقفتا فشل كلوي، وخشينا ببرنامج مخيف، الله يبعد عنا وعنكم سيء الأسقام. الرئتين كنت نائما أم مستيقظا، ما أنت يتردد النفس والرئتين شغالين. الكبد إذا توقف مشكلة، كل الأعمال. لكن سبحان الله، العضلات التي هي أساس الحركة والقدرة هذه تتعب من كثرة التردد في طلب السعي، المشي، السعي، الحركة باليدين. فهذه مجرد أن تنام إذا لا يوجد مرض، تستيقظ وقد استعدت راحتك التي كانت قبل التعب. الله أكبر. ويبدأ يوم جديد بنشاط جديد. أين التعب الذي كان في نهاية اليوم بالأمس؟ وجعلنا نومكم، الله أكبر، سباتا، قطع الحركة، لم تعد تتحرك. ما طبعا مو لم تعد تتحرك نهائيا، ما أنت في النوم تتقلب لكن ليس كحركة العمل. وهذا النوم كان فيه راحتك من العمل الذي سبقه لتستعد إلى عمل آخر وأنت بمنتهى النشاط. وجعلنا نومكم سباتا. الآن إذا بدنا نشبه هذا الموضوع بصنع الإنسان، أنت تعمل 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 صح، انتهت طاقتك وقدرتك على الحركة، تعبت شديد صح، طيب نمت، هل وصلت شيئا بشيء لتستمد الطاقة منه؟ هذا الجوال عندما تنتهي الشحن تبعه كيف يشحن؟ تتركه ينام، تضعه على الفراش ينام يستيقظ مشحون؟ لابد أن تضع فيه إيه؟ الشاحن، وتوصله بمصدر
طاقة فيعاد شحنه تستعمله يوم آخر. أنت أين الشاحن تبعك يا بابا؟ وين تضعه؟ وإذا كان مقطوع الكهرباء تسترد طاقتك ولا لا؟ إذن هذا وجعلنا نومكم سباتا، من أين تستمد هذه الطاقة وتزول تلك الحالة من التعب في يوم أمس لتستعد ليوم آخر وأنت في منتهى النشاط؟ وجعلنا نومكم، نحن جعلنا، الله جعلنا نومكم سباتا. شيء عجيب، شيء عجيب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وجعلنا نومكم سباتا، تعب شديد كما نقول نحن، جري 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 جري، تأتي إلى الفراش، غطت في نوم عميق، تستيقظ ثاني يوم، تذهب نشيطا، تصلي الفجر، تعود إلى عملك وكأن شيئا لم يكن. وجعلنا نومكم سباتا، الحمد لله رب العالمين. إذا في كهرباء ولا ما في كهرباء، نومكم سباتا ولا لا؟ نومكم سباتا. إذا في وقود ولا ما في وقود، نومكم سباتا ولا لا؟ يا رجل، هذه قضية بين الخالق وبين المخلوق. وجعلنا نومكم، والجعل في اللغة العربية إما يأتي بمعنى الخلق، وهذا الذي ضل فيه المعتزلة عندما قالوا كل جعل في اللغة هو خلق، فلما ذكرت آية أن القرآن وجعلنا قال أي خلقنا، واعتقدوا أن القرآن مخلوق. أما الجعل في اللغة العربية يمكن أن يأتي بمعنى صيّر، إيش صيّر؟ يعني حول من حال إلى حال، ويأتي بمعنى الخلق. هون وجعلنا أي يصدق فيها خلقنا وصيّرنا، لا بأس، لكن نحن الذين جعلنا نومكم سباتا، ينقلكم من التعب إلى الراحة، وتستردون طاقتكم لتبدأوا يوما جديدا. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا أي سكنا، لترتاحوا فيه ويصبح نومكم فيه سباتا. شوف، نوم النهار عند التعب جميل، لكن النوم الحقيقي الذي يعطيك الراحة وهدوء الأعصاب هو نوم الليل، وتحديدا نوم الليل المبكر. هذه المزية التي عاش عليها أجدادنا وفقدناها نحن. أجدادنا كانوا بعد صلاة العشاء بالكثير بالكثير ساعة، نصف ساعة، ساعتين يكون غارق في نومه. نحن الآن متى ننام، أو معظمنا متى ينام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دراساتهم هم، ليس نحن للأسف، لأن هذه السنن كما قلنا هم سبقون بها، قالوا إن النوم قبل منتصف الليل. هناك في الجسم ساعة تسمى الساعة البيولوجية، مع أنه جسمك هذا من علمه أنه الآن الساعة 12 والآن قبل 12 والآن بعد 12؟ لذلك هم عجزوا إلا أن يسموها الساعة البيولوجية. إذا نمت قبل منتصف الليل، وكلما نمت مبكرا كلما كان أفضل، هناك أشياء يقوم بها الجسم ويصنع مواد بقدرة الله، ومنها الكورتيزون الطبيعي يساعدك على رفع مناعتك لاستقبال باقي الأيام. فإذا ما نمت بعد الساعة 12 لم يصنع شيء من هذه الأشياء التي لا تصنع إلا قبل، هذه تسمى الساعة البيولوجية. لذلك الآن كثرت الأمراض، والتي لم تكن في موجودة في أسلافنا. ليه؟ لأن نمط حياتنا تغير، وخرجنا عن سنن الله، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. هذا الليل جعله الله لك سكنا لتسكن، تستريح، لتنام، فيصبح نومك سباتا، راحة. فالسبات بمعنى القطع، والسبات بمعنى الراحة، بمعنى عدم العمل، هذا كله في اللغة العربية. فشوف، استخدم ربنا كلمة واحدة، شوف معانيها تدل على
ثمرة أو ما يأتي به النوم، وأعطفها فورا وجعلنا الليل لباسا لينشط ذاكرتك وعقلك أن نوم الليل هو النوم الأفيد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها. شوف إسلامنا متوافق مع الفطرة، متوافق مع السنن التي خلق الله الناس والكون عليها. فقبل هذه المكتشفات من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ساعة بيولوجية ولذلك كره النوم قبل العشاء والسهر بعدها إلا لضرورة؟ في ضرورة ما في مشكلة، هذا الجسم يتحمل الكثير من الاستثناءات، لكن أن تقلب النوم فيصبح في النهار والعمل والسهر في الليل هذا لا يقبله، بعد فترة بسيطة ستصاب بأشياء لا تتخيلها. ذكر لي أحد الأحبة وكان يعمل سائق سيارة أجرة، طبيعة عمله بفترة من الفترات أو ربما طلبا للمزيد من القروش اختص في طلبات الليل، فأصبح ينام وين؟ في النهار، ويستيقظ طيلة الليل. وسفره بين المدن، يعني مش ضمن المدينة الواحدة، شيء مرهق. بعد فترة أصيب بمرض عصبي واضطر أن يأخذ ليستة من الأدوية وهو لازال في بداية الثلاثينيات من عمره. قال لي والله لو ترى الأدوية التي عندي تظنني شيخ عمري 80 عاما. سبحان الله، أراد الله به الخير فدله على طبيب مسلم وذو اختصاص عالي جدا. بعد أن اختص بالأمراض العصبية اختص بالأمراض النفسية، فجمع الشيئين المقرونين مع بعضهما البعض، الأعصاب والنفسية. ما أنت أحيانا بتروح عند الدكتور بيقول لك ما في شيء، بيولوجيا كلك شغال لكن النفسية تعبانة، أنت بتستغرب، لا أخي معقولة النفسية تؤثر على العمل البيولوجي؟ نعم، اسمه إيش؟ الستريس ولا شو بيقولوا له بالإنجليزي، هذا هو. فالمهم لما وصل إلى هذا الطبيب، الطبيب بعد أن ذكر له الأعراض قال له كل هذه الأدوية تتركها. استغرب، قال له يا داية ترعشان، عمره بداية الثلاثينات، لكن كله لترك نومي الليل، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. قال له تنام بعد العشاء كحد أقصى بعد العشاء بساعة أو ساعتين، وتستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة على الأقل. الطبيب اللي عم يقول له، قال له وإذا أردت أن تنام في النهار وتعبت تنام بين الظهر والعصر اللي هو نوم القيلولة، أقيل فإن الشياطين لا تقيل. والعرب قسمت النوم في النهار إلى 3 وقيل إلى 4، عندهم قيلولة وفيلولة وعيلولة، وش الثاني؟ قيلولة. قيلولة هي النوم بين الظهر، أو مو بين الظهر، هي النوم عند ارتفاع الشمس، يعني من الساعة 10-11 صباحا إلى العصر، هذه إذا نمت فيها اسمها إيش؟ قيلولة. قال والعيلولة هو نوم الليل لأنه يشفى به العليل، والفيلولة التي تفل قوة الإنسان هي النوم بعد الفجر. كلنا مفلولون أو معظمنا، يستيقظ يصلي بعدين، لك يا أخي هذه تجعلك تستيقظ وأنت مفلول الطاقة والقدرة. قال وهناك نوم اسمه الغيلولة، هذا الرابع، وهو نوم بعد العصر، ورد فيه بعض الآثار من نام بعد العصر أي أدمن على ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن أصبح في عقله شيء، غل يغل عليه الإنسان. إذن فيلولة وقيلولة وعيلولة وغيلولة،
قال له إذا أردت أن تنام من النهار فنوم إيش القيلولة مو أكثر من ساعة ساعة ونصف. قال له يا دكتور وهذه الأدوية اللي أتركها كلها وعلى ضمانتي؟ ثم سأله السؤال المحرج جدا، قال له هل تدخن؟ قال له نعم. قال له تترك التدخين فورا؟ أقسم الرجل أنه خلال أقل من شهر عاد لطبيعته وذهبت الرجفة وذهب كل شيء. قال لي بالمحافظة على البرنامج الإسلامي أن أصلي العشاء وأنام وأستيقظ على التهجد قبل الفجر. قال له إن شئت أن تصلي صلي، إن شئت أن تذهب إلى صلاة الفجر جماعة لكن طول الطريق شوي، يعني اعمل دورة حول قسم الشرطة ثم تعال إلى المسجد العتيق. قال له أيا ما شئت ما في مشكلة. عاد إلى طبيعته، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليلة. لذلك يا إخوتي وخاصة الشباب، أنتم المعول عليهم غدا، أنتم صغار قوم اليوم كبار، لا تتعودوا على السهر، أرجوكم ناموا علميا وشرعيا، ودائما الشرع متوافق مع العلم الصحيح، لأنه في علم غير صحيح متوافق مع العلم الصحيح، والله هذا أفضل لكم في الدنيا جسديا، أفضل لكم روحيا، أفضل لكم فكريا، أفضل لكم من كل الجهات قدر الإمكان. واظب على التزام بالشرع ستجده متوافق مع العلم الصحيح والعلم النافع، وسيكون خير لك في الدنيا والآخرة. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. والله أنا سمعي تقيل شوي، أفضل الأسئلة أن تأتي مكتوبة حتى ما يعني لا أستطيع أن أسمع كاملا، فنجيب بعد الدرس إن شاء الله. فالمهم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كلمة معاش هنا أي مكان لطلب العيش، أي مكان لطلب أو زمان عفوا، زمان لطلب العيش، زمان لطلب الرزق. ما هو النهار؟ وجعلنا وصيرنا وخلقنا النهار معاشا، أي خلقنا هذا النهار وصيرناه زمانا لطلب العيش، أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا. الحكومة بتاخد منا فاتورة الكهرباء صح؟ الفاتورة اللي انت عم تدفعها لرب العزة عشان النور تبع الشمس وينها؟ ايوة قروش ما في يعني، شكر ساي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وجعلنا النهار معاشا، مشرقا مضيئا منيرا، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. ربنا في آية أخرى في القرآن الكريم طلب منا أن نفكر، لو أن حياتنا كلها كانت ليل ما في نهار، يا ساتر. طيب لو بالعكس، لو أن حياتنا كلها نهار ما في ليل، ماذا؟ وخلقناكم أزواجا، من كل شيء خلقنا زوجين. نعم. قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات. ولهذا قال وجعلنا سراجا وهاجا، يعني من جملة ما في هذه السماء أو السماوات السبع إيش؟ طبعا هنا ربنا قال عن السماء سبعا شدادا، في مكان آخر سماها سقفا محفوظة، سقفا محفوظة وسبعا شدادا. لابد للسقف أن يكون شدادة، يجب أن يكون أشد شيء في البناء الأساسات والسواري دي،
الأعمدة التي يحمل عليها السقف ثم السقف، لو لم يكن سقفا شديدا لانهار علينا، لو لم يكن سقفا شديدا لما درأ عنا حرارة الشمس وغزارة الأمطار وشدة الرياح، لابد أن يكون شديدا، فإن كان شديدا صار سقفا محفوظة. هذه سقفا محفوظة جعلتنا نعمل عقولنا محفوظا من أي شيء يحفظنا. الآن من فترة قريبة، يعني مو الآن اكتشفوا أن هذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض هو الذي يحفظ الأرض من الأشعة الضارة التي تأتينا من الفضاء الخارجي، ولولا هذا الغلاف الجوي لانتهت الحياة. انظر إلى سقفان محفوظة، انظر هنا إلى سبعان شدادة، وتبارك الله أحسن الخالقين. وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم، لكن على التناوب. على شو؟ فدائما نصف الأرض نهار نصفها ليل. نحن الآن عندنا ليل، الساعة كم؟ 7. طيب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية الساعة 12 ظهرا، هم في نهار نحن في ليل. على فكرة نحن متقدمين أكثر منهم، لأنهم هم يعيشون ظهر يوم الأربعاء، نحن صرنا وين؟ في ليل الأربعاء. بهذه سبقناهم، مو بشطارتنا، بقدرة الله. وكلما كنت أقرب إلى المشرق فأنت تسبق من بعدك باتجاه المغرب. يعني هلأ إخواننا بالإمارات مثلا ساعة عندهم ساعة 10 ليلا أو 9، إخواننا في أندونيسيا يمكن طلع عليهم الفجر تبع يوم الخميس. نحن الآن في مكاننا، الذين هم أبعد عنا في اتجاه الغرب لا زالوا في ظهر الأربعاء وربما قبل ذلك. فإذا أنار الله الأرض بهذه الشمس السراج الوهاج على شو؟ على التناوب. فهؤلاء نهار، هؤلاء ليل، ثم يأتي النهار إلى هؤلاء يكون الليل عند أولئك، وهكذا. وتبارك الله أحسن الخالقين. وجعلنا سراجا وهاجا، هنا كلمة سراج في اللغة العربية تأتي بمعنى مصدر النور الذي يستمد نوره من نفسه، يعني من شيء فيه. فالسراج في أسفله في زيت أو وقود، وفي الفتيل، تشعل الفتيل، الفتيل يستمد نوره مو من شيء خارجي، من شيء ضمن. فلذلك سماها الشمس سراج. أما لما قال عن القمر ما قال عنه سراج، قال وقمرا منيرا، لأنه ربما يأخذ، والآن تأكدنا أنه يأخذ نوره، هو كوكب غير متقد غير متوهج، يأخذ ضوءه من الشمس، لذلك سماه قمرا منيرا. أما الشمس من الاحتراقات والتفاعلات النووية ومش عارف إيش التي فيها تتقد باستمرار سراجا وهاجا. طيب سؤال، كل شيء يتوقد بذاته أليست له نهاية؟ يعني هذا السراج له خزان زيت صح؟ هذا الخزان إذا انتهى طفئ السراج. طيب هذه الشمس أليس لها نهاية؟ لسنا نحن هم الخواجات قالوا فيما أذكر وأرجو أن لا أكون مخطئاً أن الشمس تفقد في كل يوم وربما في كل ساعة 25 مليون طن من وزنها. 25 شو؟ مليون طن من وزنها. طيب طالما تفقد ولا يتم التعويض معناته سيأتي يوم تنتهي، إذا الشمس كورت انتهى الموضوع. ولذلك هم قالوا سيأتي يوم وتنتهي الحياة في هذه الأرض، لأنها ستختل نظامها، الجاذبية، وإذا الكواكب انتثرت
كان في جاذبية وكلهم في فلكين يسبحون. لما أراد الله أنهى الجاذبية وإذا الكواكب وإذا النجوم انكدرت، الله أكبر، راحت الجاذبية، اختل النظام الكون، انتهت الحياة. والشمس كورت بمعنى طفئ نورها وذهبت. ما هم اللي حسبوا الآن قديش عم ينقص وزنه من كل يوم أو كل ساعة، معناته كل شيء لا يتعوض ينقص وبالتالي ينتهي. هم أثبتوا أن هناك يوم القيامة بالعلم قبل أن نثبت نحن أن هناك يوم، أو بعد أن أثبت القرآن لنا أن هناك يوم قيامة بالشرع. الله أكبر. وجعلنا سراجا وهاجا، سراج نوره منه، وهاج يضيء كل ما حوله. طيب تعال أقول لك شغلة، أديش البعد بيننا وبين الشمس يا حبيبي؟ أنت قد ما عندك ضوء، مصدر ضوء شو ما كان يكون، هذا أليس له مدى؟ وبعد هذا المدى ينتهي، يكشف لك إلى المدى المحدد له. هذا النيون نفس الشيء، البنجكتور هذا المضيء بشدة له مدى. كم بعد الشمس عن الأرض؟ علميا يقولون رقم تقريبي، هو فيه شوية كسور، 150 مليون كيلومتر. كم؟ 150 مليون كيلومتر، والأرض والشمس تضيء الأرض. الله أكبر. معناته ما هذا التوهج الذي يضيء لنا ويجعل ليلنا نهارا على بعد كم؟ أرجيني ضوء اخترعه الإنسان يضيء على بعد 150 مليون كيلومتر. تبارك الله أحسن الخالقين. ومع الضوء تعطيك الحرارة يا رجل. يعني البني آدم لما يخترع شغلة ويفتخر فيها بيقول لك 3 بـ1، صح؟ شامبو وبلسم ومش عارف ايش، 3 والشمس كم بـ1؟ إنارة، ضوء وحرارة، يا سلام. ومش عارف ايش بتعمل تبع النبات، شو اسمه اللي درستوه بالبيولوجيا تبع الضوئي، مش عارف ايش اسمه هذا، هذا هو. ويا لطيف، 3 بـ1، قول 300 بـ1، 3000 بـ1، مش عارف ايش. وجعلنا سراجا، كلمتين، سراجا ضوءه منه، وهاجا متوقدا لدرجة ان يضيء الأرض. الآن الاكتشافات الحديثة، يعني من 40-50 سنة عم نسميها حديثة ويمكن أكثر، لما طلعوا رواد الفضاء خارج الغلاف الجوي وجدوا ظلام. طيب ما الشمس موجودة، ليش في ظلام؟ قال لأن هذا الغلاف الجوي، الضوء الجوي للأرض، يوجد فيه ذرات ينكسر فيها الضوء فيصل الضوء إلينا، ولو لم تكن هذه لأصبحنا فيه. يعني ربنا جعل سراج وهاج وجعل في الأرض مستقبلات لهذا النور تجعله يصل كما هو بشكل نافع بدون الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية اللي كانت قضت علينا نهائيا. وجعلنا سراجا وهاجا، لذلك بكلمتكم تنتهي الحياة على وجه الأرض. هو الذي رتبها بهذا النظام، وهو الذي بكلمتكم يجعل هذا النظام يختل وينتهي فننتهي كلنا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اختلفوا فيها على معنيين، إما السحاب الغيوم وإما الرياح. وسبحان الله، ربنا عندما أتى بهذه الكلمة كان يستطيع أن يقول وأنزلنا من السحاب، صح؟ وكان يستطيع أن يقول أنزلنا من الرياح، صح؟ جاء بكلمة تحتمل، لأن السحاب والرياح بهما تنزل الأمطار بقدرة الله. لابد الغيمة ذات الشحنة السالبة أن تلتقي مع الغيمة ذات الشحنة الموجبة. كيف؟ بالرياح. وجعلنا الرياح لواقح. فإذا لما رب العزة جاب لنا كلمة واحدة نبهنا على السحاب وعلى
وعلى الرياح، الرياح ساقت السحاب فالتقت الموجبة مع السالبة فحصل البرق والرعد ونزلت الأمطار. فإن شئت قلت أن الأمطار نزلت بسبب الرياح صحيح، وإن شئت قلت نزلت الأمطار من السحاب صحيح، وإن قلت نزلت من السماء فباللغة العربية كل ما علاك فهو سماء صحيح، وهذا كله ذكر في القرآن الكريم. لذلك ورد عن ابن عباس قال: المعصرات هي الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد، وقال قتادة: إنها الرياح. ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب بجعله يلتقي مع بعضه البعض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة وأبو العالية. والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب. هلأ نحن عندنا معنيين، ممكن نقول هذا أقوى وهذا يأتي في المرتبة الثانية. نعم، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثيره تدفعه، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، أي من بينه، من بين التقاء السحابتين اللي أثارهما إلى بعضهما من الرياح. نعم، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.